السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل ان شاء الله مع بعض منهج الرياضيات للصف الاول الثانوي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الاول، العام الدراسي 2019-2020 ان شاء الله. معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في الوحدة الأولى، وأخذنا الدرس الأول من هذه الوحدة، وده الدرس الثاني. مش الدرس الثاني، احنا اتفقنا قبل كده ان هيبقى فيه درس وفيه حل تمارين على الدرس، ده فيديو حل التمارين. بس حبيت اقول يعني نسيت اقولها في الفيديو الأول، انما هقولها دلوقتي. طريقة المذاكرة ازاي، طريقة مذاكرة الرياضيات ازاي، وازاي تستفيد من سماع الفيديو. اللي بيجي بيستمع الفيديو او يشغل الفيديو وهو قاعد فقط يشاهد فقط، ده مش هيستفيد، يعني استفادة بتاعته هتبقى قليلة جدا جدا جدا. وهو ذات نفسه يعني بيرضي نفسه ان هو بيشوف الفيديو وبيشوف الدرس ومش عارف ايه، لا. عشان تيجي تشغل الفيديو او تشوف الدرس لازم يبقى معاك كراسة او كشكول وقلم، ولما تستلم الكتب يبقى معاك كتاب المدرسة. مش مشكلة الكتاب، اهم حاجة يكون معاك كراسة وقلم، ورق وقلم وانت بتستمع الفيديو. اي قانون انا بكتبه، اي قاعدة انا بكتبها، احنا عندنا دايما بنعمل دفترين او كشكولين. الكشكول الاول بيسمى كشكول المذاكرة، والكشكول الثاني بيسمى كشكول الحلول او الحل. كشكول المذاكرة ده انا بكتب فيه ايه؟ انا بكتب فيه فوق كده طبعا اسم الدرس زي ما مكتوب قدامك، هو ده بكتب، بوقف الفيديو واكتب اسم الدرس فوق معايا كده. بعد كده بخش بقى، هتلاقي مجموعة من القوانين انا بشرحها، تكتب كل قانون انا بكتبه. عايز بقى تكتب بالاحمر والاخضر والاسود وتروش لنفسك، يبقى ممتاز جدا. فده الكشكول اللي هتعتمد عليه في المراجعة، ده الكشكول اللي هتعتمد عليه في المراجعة. الكشكول التاني بسميه كشكول الحل، برضو لازم يكون معاك. الكشكول الحل بتحل فيه تمارين على كل درس، اللي احنا زي ما احنا هنحلها ديت، يبقى التمارين اللي احنا هنحلها ديت تتحل فين؟ تتحل في كشكول الحل، وتكتب برضو اسم الدرس وحل تمارين على الدرس. هتلاقي في الكتاب مثلا يقول لك تمارين واحد 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 واحد، يعني الوحدة الاولى الدرس الاول، واحد اتنين الوحدة الاولى الدرس الثاني. طيب وانت بتستمع الدرس بتعمل ايه؟ وانا بستمع الدرس يبقى معايا كشكول القوانين او كشكول المذاكرة واكتب القوانين. طيب جيت انا بحل مسألة من المسائل، امثلة، اسمع المسألة، افهم المسألة، بعد ما انا حليت المسألة وانت فهمتها وقف الفيديو وروح حللها في اي ورقة خارجية، مش شرط يكون في كشكول المذاكرة او كشكول التمرين، لا يشترط. خلاص. ولكن كل مسألة انا احلها يجب ان تقوم بحلها حتى لو انت فاهمها. يعني بعض الناس يقول لك انا فاهم دي ما احل، لا، لازم تمرن نفسك على الحل بايدك. لو ما حلتش بايدك واعتبرت الرياضيات دي مادة نظرية، لا، هتبص تلاقي ايه، تيجي تحل في التمرين مش هتعرف تحل. ليه؟ لان انت ما دربتش نفسك على حل التمارين. دي بعض النصائح، انما اللي بيجي يشاهد كده زي كانه بيشوف مسلسل او بيشوف فيلم او بيشوف، لا، ما الكلام ده مش هينفع، وبيضحك على نفسه والاستفاده بتاعته هتكون ضعيفه جدا جدا. نبدا كده على بركه الله، حل تمارين الدرس الاول. ده التمرين اللي احنا سبناه في من المسألة الاولى، وده تمارين من التمارين اللي هتاخدها في الثانوية العامة في مادة الرياضيات التطبيقية.
بيقول لي اطلقت قذيفه راسيا بسرعه عين تساوي، يبقى دي السرعه، يبقى انا اروح كاتب كده ان سرعتها عين تساوي 24.5 متر على الثانيه. السرعه وحدتها متر على الثانيه. احسب الفترة الزمنية، يبقى هو عايز نون، يبقى نون دي ده هو اللي الراجل طلبها. التي تستغرقها القذيفة حتى تصل الى ارتفاع مترا، فيه مترا، حيث فيه يبقى الارتفاع اللي هو فيه، وعايز ايه 19.6 من 10. 19 دي بعض الاخطاء، معلش انا ممكن اكتب 19 اكتبها 69 والمسألة تطلع غلط، وبعض الناس يقولوا ان انت غلطت مش عارف إيه. الحاجات دي بسيطة يعني، حاجات ما تركز فيها، وحاول ان انت يكون نفسيتك كده مستريحة للشرح بحيث ان انت تستفيد، ما يكونش نفسيتك يعني تتبع الاخطاء البسيطة والاخطاء ان هذه النفسية تفشل على طول، انما النفسيه اللي ايه تداوي الاخطاء وتعرف ان الخطا مثلا في الكتابه، الخطا مش عارف في ايه، وما يقعدش بقى يكتب كومنتات انت غلطت في مش عارف ايه وانت غلطت لا يعني انا ممكن زي ما انا كتبت كده، بدل ما انا نقلتها 19 كتبتها 69 واشتغلت على كده، المساله تطلع غلط كنتيجه، انما الحل مظبوط، ما فرقتش معاك الايه، ما فرقتش معاك الارقام. فانت ركز وخلي نفسيتك كده نفسية تصحيح، وعدل ايه، عدل الحاجات البسيطة دي. يبقى فيها بتساوي 19.6 من 10، يبقى هو عايز نون، واعطيني العلاقة بقى، ادي العلاقة اللي هي فيه تساوي عين نون ناقص 4.9 من 10 نون تربيع. يبقى انا عندي الفيه وعندي العين، هما اللي موجودين عندي، مش هيبقى فيه متغير الا النون، اقدر اجيب النون. هي الفكره ايه؟ الفكره انه اتقذفت القذيفه، اطلقت كده، هو عايز بقى الزمن اللي اخدها لحد ما تصل الى 19.6 من 10. طب هي هتكمل لحد فين؟ لحد ما تقف خالص، يبقى عين دي ده هتبقى صفر، السرعه بتاعتها صفر، وبعد كده هترجع تاني، هترجع لنفس النقطه دي، اخدت قد ايه عشان ترجع لنفس النقطه اللي هي 19 و6، ان الفه بتاعتها هتبقى 19.6 من 10، هيبقى عندي هنا نون واحد وهنا ايه نون اتنين، نون واحد في الصعود لحد ما تقطع 19.6 من 10، ونون اتنين لحد ما ترجع برضو لحد ما يبقى 19.6 من 10 المسافه ايضا، واحده بالسالب وواحده بالموجب. خلاص يبقى انا عوض، يبقى بالتعويض ادي الفه بكام؟ ب 19.6 من 10 يساوي العين ب 24.5 في نون ناقص 4.9 من 10 نون تربيع. خلاص طيب احنا ممكن ايه، ممكن نحل ديت بالآلة الحاسبة، يعني احنا ممكن نعملها صفرية كده، نبقى هتبقى 4.9 من 10 نون تربيع، ده هتخش كده ناقص 24.5 نون زائد 19.6 من 10 تساوي صفر. نحلها بقى بالآلة الحاسبة حتى تعرف ازاي حل معادلة الدرجة الثانية في متغير واحد باستخدام الآلة الحاسبة. معلش نفتح الآلة الحاسبة. عشان احل المعادلات بتاع الآلة الحاسبة هضغط ايه؟ هضغط على المود بتاعي، المود انا عايز ايكويشن رقم 5، يبقى بضغط على 5. هنا دي معادلة الدرجة الاولى، ودي معادلة الدرجة الاولى، دي في متغيرين ودي في 3 متغيرات، دي معادلة الدرجة الثانية، يبقى هضغط 3. بكتب معاملات النون تربيع الاول اللي هي الاي، دي الاي ودي البي ودي السي، يبقى انا هكتب 4.9 من 10 واضغط يساوي، معامل التاني باخده باشارته يبقى سالب 24.5 واضغط يساوي، السي اللي هو 19.6 من 10 بإشارته يساوي، بعد كده بضغط يساوي هيديني اكس واحد يساوي 4، يعني اما النون تساوي 4 ثانية، او نشوف بقى الحل التاني، معلش يساوي 1، يبقى نون تساوي 1 ثانية.
الواحد لمين؟ الواحد للصعود، لانه في البداية طبعا النونة هتبقى بصفر، لما بعد 1 ثانية هيصل ل 19 وستة من عشرة المسافة بتاعتي، بعد كده هيمشي لحد ما يقف خالص ويعود مرة ثانية. هياخد كام في المسافة دي كلها؟ هياخد 4 ثانية، يبقى هياخد 4 ثانية حتى يصل إلى نفس المسافة. واضحة كده المسألة؟ ماشي. يبقى نقدر نشرح له بقى ان ايه، ان الجسم يصل الى مسافة 19.6 متر بعد 1 ثانية، ثم يصل الى اقصر ارتفاع. اقصر ارتفاع يعني ايه؟ هيقف اقصر ارتفاع، هيقف ويعود لنفس النقطة بعد كام؟ بعد 4 ثانية. يبقى بعد 4 ثانية هيعود لإيه؟ هيعود لنفس النقطة. السؤال الثاني بيقول لي الاختيار من متعدد المعادلة س ناقص 1 في س زائد 2 تساوي 0 من الدرجة. طبعا هفكها الأول، يبقى س في س بفك الأول، س في س يبقى س تربيع، س في 2 يبقى زائد 2 س، سالب 1 في س بسالب س، سالب 1 في 2 بسالب 2، دي هتساوي صفر. نظبطها، يبقى س تربيع هنا 2 س ناقص 1 س يبقى زائد س، يبقى زائد س ناقص 2 تساوي صفر، اعلى اس 2 يبقى من الدرجة الثانية. مجموعة الحل لهذه المعادلة يبقى س تربيع يساوي س، اعملها صفرية، يبقى س تربيع ناقص س تساوي صفر، اخد س عامل مشترك، يبقى س في س ناقص 1 تساوي صفر، خدت س عامل مشترك. هنا بضرب ديت لو محدش يعرف، يبقى بضرب الس في الس بس تربيع، بعد كده بضرب الس في 2 ب2 س بالموجب، هنا سالب 1 في س بسالب س، سالب 1 في 2 بسالب 2 وجمع، هنا قوسين يساوي صفر، يبقى اما الس تساوي صفر او الس تساوي الواحد، يبقى مجموعة الحل صفر والواحد، الإجابة رقم د. بيقول لي مجموعة الحل للمعادلة دي، يبقى س تربيع زائد 3 تساوي صفر، يبقى س تربيع هتساوي سالب 3، يبقى س هتساوي زائد أو ناقص الجذر التكعيبي لسالب 3، دي لا تنتمي للحا، يبقى مجموعة الحل فاي. س تربيع تساوي عدد، يبقى الس يساوي زائد او ناقص الجذر التربيعي للعدد، ما عنديش جذر سالب، يبقى مجموعة الحل فاي على طول وانت مغمض. هنا مجموعة الحل يبقى نعملها صفرية، س تربيع ناقص 2 س زائد 1 تساوي صفر، نحلل يبقى س س 1 1، هنا ناقص ناقص يبقى الس هتساوي 1، يبقى مجموعة الحل الواحد، س هتساوي 1 هنا وس هتساوي 1، دي حل ايه؟ جذراني متساويان، جذراني متساويان. يمثل الشكل المقابل المنحنى البياني لدالة تربيعية د، مجموعة حل المعادلة د تساوي صفر، د س تساوي صفر، هيبقى مجموعة الحل هنا ايه؟ هنا بيقطع محور السينات في نقطة واحدة عند السالب 2، يبقى مجموعة الحل سالب 2 فقط، ما حدش يقول لي سالب 2 وسالب 2، لأن المجموعة لا تكرر فيها العناصر، ودي بسميها ايه؟ حلاني متساويان، لما يقطع محور السينات في نقطة واحدة بيديني حلان متساويان عند السالب 2. طيب اوجد مجموعة حل المعادلات، طبعا مش هحل كله، انا هحل بقى ايه يعني، دي سهلة، يبقى س تربيع ناقص 1 تساوي صفر، يبقى س تربيع تساوي 1، يعني الس تساوي زائد او ناقص 1، الجذر التربيعي للواحد 1 يعني، يبقى مجموعة الحل هتساوي ايه؟ سالب 1 والواحد. ناخد مسألة كمان، مثلا دي، يبقى س تربيع زائد 9 تساوي صفر، حلينا دي عشان ما ننساش، يبقى الس تربيع تساوي سالب 9، الس تساوي زائد او ناقص الجذر التربيعي لسالب 9، محدش يقول لي سالب 3 بقى، محدش يقول لي سالب 3 معايا، دي لا ينتمي للايه؟ للحا، يبقى مجموعة الحل بيساوي ايه؟ بيساوي الفاي. ناخد مسألة كمان،
طبعا المسائل اللي انا احلها هتحلها، والمسائل اللي اسيبها هتحلها برضو. هنا س تربيع زائد 3 س تساوي صفر، باخد س عامل مشترك، يبقى س زائد 3 تساوي صفر، يبقى اما الس تساوي صفر او الس هتساوي سالب 3، يبقى مجموعة الحل صفر وسالب 3. هنا ديت س سالب 4 تربيع تساوي صفر، ممكن تفك التربيع وتحلل، ده حل، بس ده الحل الأطول. الحل الأفضل إن أنا أخد الجذر التربيعي للطرفين معايا، أخد الجذر التربيعي للطرفين، يعني هما دول هيبقى إيه؟ جذراني متساويا، حتى لو حليت هيبقى س، أخد الجذر التربيعي يبقى س سالب 4 تساوي صفر، جذر ده س سالب 4 وجذر الصفر بصفر، يبقى الس هتساوي 4. هل ده حل واحد؟ لا، دول حلان متساويان. لو أنت فكيت هتبقى س تربيع ناقص 8 س زائد 16 تساوي صفر، لو حليتها هتلاقي س ناقص 4 وس س ناقص 4 في س ناقص 4، يبقى س تساوي 4 حلاني متساويان. باقي المسائل بقى انت حلها دي على طول، يبقى اما الس تساوي صفر او الس تساوي سالب 1 او الس تساوي الواحد، دي بحللها عادي خالص مفيش اي مشكلة. بيقول لي يبين كل شكل من الاشكال الاتية الرسم البياني لدالة من الدرجة الثانية، اوجد مجموعة الحل للمعادلة. ده بيقطع محور السينات في نقطة واحدة عند السالب 2، يبقى مجموعة الحل هتساوي سالب 2. محدش يقول لي سالب 2 وسالب 2، لا، المجموعات لا تكرر فيها العناصر، دي مجموعة الحل يساوي فاي. ليه؟ لأن المنحنى لا يقطع محور السينات في أي نقطة، يبقى مجموعة الحل فاي. هنا بيقطع محور السينات عند الواحد والسالب 3، يبقى مجموعة الحل يساوي 1 وسالب 3. واضحة دي كده؟ طيب بيقول لي اوجد مجموعة الحل لكل من المعادلات الآتية وحقق ذلك، وحقق الناتج بيانيا. احنا عملنا بيانين، مش هنعملها تاني، احنا هحل مسألة كده ممكن نحلها بيانين مفيش مشكلة. يبقى دي نعملها صفرية، يبقى س تربيع ناقص 3 س سالب 40 تساوي صفر، يبقى بنحلل س في س 40، 40 كام؟ 5 في 8، 5 في 8 الفرق بيناتهم 3، يبقى 8 وهنا 5، هنا ده سالب يبقى سالب وهنا موجب، يبقى إما الس تساوي سالب 5 أو الس تساوي 8، يبقى مجموعة الحل يساوي كام؟ سالب 5 و8. بعمل جدول، أدي الجدول عشان أتحقق بيانيًا، عشان أتحقق بيانيًا، يبقى أنا بحط السين وهنا أدي الدال سين. احط عناصر بقى، غالبا انا بحط ايه يعني الارقام اللي انا بحطها ايه، يعني بحط صفر هنا وهنا، واحد واثنين وثلاثة، وسالب واحد وسالب اثنين وسالب ثلاثة مثلا على سبيل ده، دي الارقام اللي انت ايه تستطيع ان انت تحطها بشكل ايه، بشكل مؤقت، وممكن تضيف بعد كده، وعوض بقى واكمل الجدول وارسم. هتلاقي الايه، هتلاقي المنحنى بتاعي بيقطع محور، مثلا بيقطع محور السينات عند ايه، عند سالب 5 والتمانية، عند سالب 5 والتمانية. يا ريت تنفذها ونفذ المسألة اللي بعديها مباشرة. حل المعادلات الآتية في حب استخدام القانون العام مقربا الناتج لرقم 10. طالما قال لك القانون العام يبقى المسائل دي مش هتتحلل. معايا؟ يعني بسأل مسألة زي دي، 3 س تربيع ناقص 65 تساوي صفر، هي مش محتاجة القانون العام بالمناسبة. يعني المسألة اللي زي كده مش محتاجة القانون العام. ليه؟ لأن ممكن أطلع ديت، يبقى 3 س تربيع تساوي 65، يبقى الس تربيع تساوي 65 على التلاتة، يبقى الس هتساوي زائد أو ناقص الجذر التربيعي لخمسة وستين على التلاتة. بحسب الخمسة وستين على التلاتة، الجذر بتاعها هيساوي كام؟ اهي خلينا ايه نمسح، واحد، يبقى ادي الجذر
ونحط هنا الكسر بتاعي، وهنا ادي 65 وتحت 3 هيساوي كام؟ هيساوي يا طويل العمر هنا 4، يبقى هيساوي 4. وعايز ايه الرقم؟ 10 1، يبقى اقرب الخمسة دي هتخليها 7، يبقى 4 و7، يبقى زائد او ناقص 4 و7 من 10. 4 و7 من 10 كده انا حلتها، بس هو طالب باستخدام القانون العام، يبقى لازم تلتزم بهذا السؤال. يبقى انا عندي الالف هتساوي 3، الب هتساوي 0، الجيم هتساوي سالب 65. افكرك بالقانون، س تساوي سالب ب زائد او ناقص الجذر التربيعي، الب تربيع ناقص 4 ا ج على 2 ا، يساوي الب بصفر، يبقى هنا دي هتبقى صفر، يبقى انا عندي ايه؟ زائد او ناقص الجذر التربيعي ده هتبقى صفر، سالب 4 في ا ب 3 في سالب 65 على 2 ا، يعني على 6، يبقى هيساوي زائد او ناقص الجذر التربيعي ده، يعني نضربها بقى واحسبها بالآلة، يعني انت ممكن تحسبها بالآلة يطلع لك 4 و7 من 10. 4 و7 من 10 ماشي. طيب المسألة الثانية، الألف هنا تساوي 1، الباء تساوي سالب 6، الجيم تساوي 7. عوض في القانون على طول واحسب وقرب الناتج بالآلة الحاسبة على طول إلى الرقم 10 1. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي يبين كل شكل من الأشكال الآتية: الرسم البياني لدالة من الدرجة الثانية في متغير واحد، أوجد قاعدة كل دالة. عايز القاعدة يعني إيه؟ يعني عايز الدالة نفسها، عايز المعادلة نفسها اللي فيها المتغير س من هذه الدوله. عشان اجيب المعادله نفسها يبقى انا بحدد جذور المنحنى عندي. الجذر الاولاني 2، يبقى جذور المنحنى يبقى الجذور يساوي كام؟ 2 وسالب 3. بغير اشارات دي يبقى المعامل الاولاني هيبقى ايه؟ معلش، المعامل الاولاني يبقى س سالب 2، ده بالموجب بحطه هنا بالسالب، وافتح قوس هيبقى س ده بالسالب، يبقى زائد 3 تساوي 0. خلاص كده اصبحت انا كونت المعادله، بس افكها: س في س بس تربيع، س في 3 ب3 س، ناقص 2 في س بناقص 2 س، ناقص 2 في 3 بناقص 6 تساوي 0. اجمع يبقى س تربيع 3 س ناقص 2 س، يبقى زائد الس ناقص 6 تساوي ايه؟ تساوي 0. اتاكد انا لو حللت ديت 3 في 2 هيديني نفس الايه؟ نفس الحل اللي موجود عندي. ناخد مساله كمان من ديت. يبقى طيب الحل هنا ايه؟ يبقى الجذور عندي، يبقى الجذور 0 وسالب 3. 0 معناتها س ناقص 0 او زائد 0 مش هتفرق، او س بس الحاله مش هتفرق، يبقى س في س زائد 3 تساوي 0. افك، يبقى س في س بس تربيع زائد 3 س تساوي 0، يبقى دي المعادله. هنا الجذور 1 و6، يعني هيبقى س سالب 1 في س سالب 6 تساوي 0. افك، يبقى س تربيع ناقص 6 س وناقص س يبقى ناقص 7 س زائد 6 تساوي 0، يبقى دي الايه؟ دي المعادله اللي موجوده عندي. خلاص يبقى احنا كده حلينا التمارين، تمارين الدرس الاول. مهم جدا جدا ان انت تحل كل مساله ورايا في دفتر او كشكول الحلول بتاعك، كشكول الحلول بتاعك. انت كتبت بقى القوانين، يعني حتى لو انت هتسمع الفيديو الاولاني مرة تانية بحيث ان انت تنفذ بقى، تكتب القوانين في كشكول المذاكرة وتبدأ تحل التمارين في كشكول حل التمارين. أسأل الله عز وجل لكم التوفيق، أشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.